عايزين نتكلم عن موضوع آخر، وإحنا طول الوقت بنتكلم عن أهمية البحث العلمي، بنتكلم عن المخترعين، بنتكلم إن إحنا عندنا شباب كتير مبدعين وناس عندهم مشروعات كبيرة جدا بتحقق أحلام وطموح المصريين، لأنه أنا طول الوقت بدور إن أنا أجيب الحاجة بعد ما يتم اختراعها بره. أو في أهمية المخترع أو الشخص اللي هو طول الوقت ممكن يحس أو يحصل عليه هجوم بدون مبرر واضح، رغم إن الناس دي بتفكر إنها تبتكر حاجة لبلدها ممكن توفر علينا مليارات الجنيه وممكن تخلينا نقفز سنتين. من الأخبار الجميلة الحلوة في الإطار ده هو احتفال وكالة رويترز للأنباء امبارح بالإنجاز اللي حققه طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان. قدروا يصمموا عربية صديقة للبيئة بتشتغل بالطاقة الشمسية ونشروا صور مراحل وعمل تنفيذ العربية. الأجمل بقى إن العربية اللي صممها طلاب قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة معمولة علشان مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في السفر بما فيها المسافات الطويلة، ودي إن هو يقدر يستخدمها بدون أي مساعدة، وكمان توفر استخدام البنزين الوقود اللي هو بيعتبر دلوقتي أزمة، وطبعا مع ارتفاع أسعاره هو أزمة حقيقية في كل الدول. يعني تركيا رفعت سعر البترول رغم ان احنا بنتكلم على دوله مالناش دعوه يعني بالجانب السياسي والخلاف السياسي مع اردوغان، لكن احنا بنتكلم عن دوله كانت طول الوقت بتقول لك انا عندي اقتصاد قوي. تركيا دلوقتي رفعوا اسعار البترول، العالم كله اسعار البترول فيه يعني سعر البترول او البنزين في اي دوله هو بقى سعر مرتفع جدا، احنا ما زلنا الحمد لله رب العالمين رغم ارتفاع اسعاره على مستوى العالم احنا من اقل الاسعار على مستوى العالم. الراعي ان العربيه اللي هي تصميم مصري 100% ما عدا الموتور ان شاء الله باذن الله نوصل للموتور، بتتكون من 3 عجلات بتتحرك بالكهرباء عن طريق الموتور بتاع الكهرباء اللي موجود، وبتشتغل عن طريق بطاريات وعليها لوح شمسي وشاسيه واجزاء من الالومنيوم وفيها فرامل للعجله الخلفيه، والطلبه مصنعين ليها نوع مخصوص من المساعدين لانها بتقدر انها تخلي العربيه تشيل شخص واحد، لكن لو حتى بنتكلم على وزن 180 كيلو جرام وسرعتها طبعا من 35 ل 55 كيلو متر في الساعه، فيها نظام للطوارئ بيقدر يخلي الشخص يعني متحدي الاعاقه ان هو يحرك العربيه بشكل يدوي عن طريق الايد لو حصل والكهرباء قطعت، ودي هديه من شباب مصر وعقولها الجمال لذوي الاحتياجات الخاصة اللي أعلن الرئيس إن 2018 هو العام المخصص ليهم. مبروك لطلبة كلية الهندسة، بنشكركم جدا، نشكر كل فريق العمل وبنقول لهم إن إحنا محتاجين منكم أكتر وأكتر، مش طلبة كلية هندسة بس ولكن كل الطلاب في مصر. وأنا عايزة أقول إن الوكالات وكالات الأخبار العالمية بنقول لطلبة حلوان إن وكالات الأخبار العالمية كلها تقريبا من امبارح كانت بتتداول هذا الخبر وبتحتفي بيكم وبإنجازكم، واحنا كمان حبينا ان احنا في هذا الصباح نحتفي بيكم ونقول لكم مبروك والمزيد يا شباب.